حكم التخيلات الجنسية هل يعاقب عليها؟ يعني صاحب التخيلات الجنسية يعاقب عليها؟ بصوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو ما لم يكون عمل أو إيه أو قول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن ربنا تجاوز عن أمته اللي حدثت بها أنفسها طالما في الدماغ لسه ما طلعش ما لم يعمل، طالما الجوارح ما عملتوش أو حدثت به أو بقى في قول به. طيب الحل إيه؟ عشان ما تحاسبش وخش في دايرة الحساب وخش في دايرة الحرام وخش في دايرة الفعل الحرام. 3 حاجات. اول حاجة ان انا ما استرسلش في الفكرة، لان انا لو استرسلت في الفكرة هتبقى ايه، عزيمة وارادة وبعدين فعل. رقم 2، ان لو جالي استرسال في الفكرة امنحها، لان انا لو زودت فيها كاني اقسم عليها، لاني انا بارادتي بزود التخيلات وبارادتي بزود الحاجات المحرمه، فانا بهيج بيها الشهوه او بزود بيها الاثاره فيضطر يعمل بيها الفعل الحرام. طيب رقم 3، ان انا ما اتبعهاش بعمل، يعني العمل بتاعها عمل الجوارح ما يتمش، ولا ان انا افرغ الامر دوت في عمل للجوارح اقسم عليه او اؤخذ عليه. النقطه اللي بعديها، ما لم يتبعه قول، يعني ما يبقاش بقى انا شفت حاجه او تخيلت حاجه فقمت علشان افتح مش عارفه تشوف ايه ولا يشوف ايه وبعدين يكلم ناس تانية عشان يفرغ معاه بالحرام، كل الكلام ده مش صح. والنقطه اللي احنا تكلمنا فيها في البث من يومين، الفكره بتاعت ايه يا جماعه؟ فكره انك انت بتجيب افكار انك تتخيل حد غير زوجتك وتطالب زوجتك انها تتخيل حد غيرك، ويتم الامور على امور شاذه وتخيلات جنسيه شاذه، والامر ده مش صحي تماما، والامر ده يعني احنا يعني بنقول على الاقل يغضب ربنا سبحانه وتعالى ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى. وليه احط نفسي في امر ده وفي درء المفاسد مقدم؟ يعني ده مفسده جايه، والجوارح هتعملها، الجوارح هتعملها. ولو ورقت الزوجه، يعني لو رفضت الزوجه، روح بيدور بره في الحرام، واحنا مش عايزين الكلام ده. يبقى الحكم طالما ما خرجش، اصلا يقول لك طب انا هعمل ايه، ما بيجي لنا افكار. الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يعني ياتي علينا من الافكار والله لا تهتز منها الوجدان ونستحي ان احنا نقولها، يعني حاجات عظيمه واحنا نستحي ان احنا نقولها. فالرسول صلى الله عليه وسلم او قد كان يعني حصل كده دوت صحيح الايمان، لان قلبك ينفر هذا الفعل الحرام. فطالما انت بتنفره، طالما انت ما بتسترسلش فيه، ما جوارح ما عملتوش ولا قول، لا شات بقى ولا قول رساله ولا مسج ولا كلام يتبعه، فخلاص فانت فهذا من المعفي عنه، ونستعيذ بالله ونستعين عليه بالامور الشرعيه اللي ربنا عملها لنا، اللي هي ان انا اتخذ الزواج الحلال والنكاح الحلال. وقلنا ان يسر الكلام ده، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فاحنا يعني ومن يتصبر يصبره الله، فاحنا خلينا في الطاعة.